الله 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 الله. يقول تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. اللي كيكون في الضلالة الله تعالى يمد له مدا، يعني كيف معنى يمد له؟ يستدرجه، يقول له يعني يمسيه نفسه. سير يعني ما عندك همة، ما عندك إرادة، لا تحب الخير. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولى وهم معرضون. وبالمقابل يقول الله عز وجل، خليه لأن احنا ماشي كنفسر القرآن، وإنما هذه إضاءات قرآنية، يعني كنحاول ما أمكن نديروا بعض الفلاشات وبعض الإشارات القرآنية التي ينبني عليها عمل ونستفيد منها في حياتنا اليومية إن شاء الله. بالمقابل يقول الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. من كان في الضلالة وما بغاش يخرج من الضلال، الله عز وجل يمد له، يمد له في الضلالة، يعني كأنه يريد أن يقول لنا جل جلاله: جزاء السيئة السيئة بعدها، وجزاء الحسنة الحسنة بعدها. إذا فعلت حسنة اعلم أن الله عز وجل سيوفقك إلى حسنات أخرى، كأنه يجازيك في الدنيا على هذه الحسنة. لما الإنسان كيدير شي حسنة كتجي وراها حسنة أخرى، ولما كيدير سيئة كيبقى يغلط في نفس الغلط اللي كيبقاها. فإن توليتم فإن زللتم، هذاك الزلل كيسقط الإنسان وكيبقى كيزلق شوية بشوية حتى كيوصل للقاع. نستفح نسأل الله العفو والعافية. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. إذا الخطوة الأولى في الهداية من العبد، الخطوة الأولى في العبادة من في الهداية من العبد: من تقرب إلي شبرا تقربت له ذراعا، ومن جاءني أو أتاني يسعى أتلته هرولة. لما كتقرب من الله شبر هو يتقرب منك ذراعا سبحانه وتعالى. والباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات في دقائق معدودات، الباقيات الصالحات هنا غادي نوقفوا إن شاء الله هذه الآية. الباقيات الصالحات بعض الناس فسروها واحد التفسير اللي هو ضيق جدا، فظنوا على أن الباقيات الصالحات هي ديك الأركان اللي بعد الصلاة، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، هي كتسمى الباقيات الصالحات صحيح أو المعقبات، لكن ليست هي كل شيء، ماشي معناها هي كل هي المقصودة في هذه الآية، لا، هي جزء من الباقيات الصالحات. وإلا المعنى، ما هو معنى الباقيات الصالحات؟ أي ما يبقى، ما يبقى في الآخرة، هناك ما يبقى وهناك ما يفنى. فالله عز وجل حينما تحدث عن المال والأولاد سماهم زينة، الزينة بالدارجة هي الديكور، الزينة شيء. ولذلك هذيك السيدة اللي كتزين العروس يسمونها الزيانة في البلد، لأنك تزين، أو الزيان هو اللي كيزين الكوافر مثلا. الزينة هي شي حاجة اللي كنزينوا بها، ومن بعد ما كتبقاش دائما عند المفعول وعندها نفس القيمة، لأنك كتبلى وتبذل. بحال الورد، الورد عنده واحد الوقت ويموت، يصاب بالذبول. فالله عز وجل قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، شيء يتزين به العبد لكنه لا يبقى، هو من الفانيات وليس من الباقيات. وسمي المال مالا لأن القلب يميل إليه، القلب يميل إلى المال، كما قال الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال عنه الناس مال. رأيت الناس ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهبوا عنه الناس ذهبوا. رأيت القلوب منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا من ليس عنده فضة عنه الناس عنه منفضة، أو كما قال القائد رحمه الله تعالى: وما يميل القلب إليه. لكن الإنسان إذا مات كاين عنده ثلاثة أصدقاء، الإنسان عنده ثلاثة أصدقاء. هناك صديق يعيش معك في الدنيا
ثم إذا مت فارقك وتركك أنت تدخل إلى الحفرة ويرد. ما هو؟ الأولاد. هذو إذا وصلوا مع المقبرة، كيف ما يوصلش أصلاً؟ لكن يحكي واحد الفقيه كيقول شي واحد مليونير حضر الجنازة ديالو، هذا الشيء قريب غير اليوم. مليونير يعني من الناس المسلمين، ونهار الجنازة ما حضر حتى واحد من ولادنا. شنو دار؟ اتصل بالتليفون ونظم الجنازة عن طريق سيارات الإسعاف والأسورونس وفي الأمور دارها بالتليفون. قال لي شي أصحاب الشمع ولم يحضر واحد من أبنائه. هذا المال والبنون، هذا الزينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طيب إذا هذا هؤلاء الأولاد أصدقاء في الدنيا. لما كيمشي الإنسان عند الله عز وجل هو كيدخل تدفن هنا ولا تدفن في البلاد، شافي صندوق نسأل الله عز وجل يوصلنا بخير من عنده سبحانه وتعالى ويحسن ختامنا وختامكم. ولادو كيبقى كل واحد مشغول بالمسائل ديالو، هذا كيتسمى صديق الدنيا. هل هو من الباقيات؟ وقتاش كيكون من الباقيات هذا الولد؟ إذا كان ولدا صالحا يدعو لنا، هذا كيكون من الباقيات. يعني حنا ولادنا إذا رجعوا دكاترة كيرجعوا أنفسهم، إذا رجعوا مهندسين أنفسهم، إذا رجعوا متجار أنفسهم، إذا بنوا دار ولا فيسين أنفسهم، حنا نستفيد منهم شيئا شيئا واحدا. ما هو؟ بعد الموت. أنا ما كنتكلم على الدنيا. الدعاء والصدقة والاستغفار وصافي أشتري. هذا ما يصيرنا من أولادنا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. إن شاء الله كل واحد خلى أولاده مسلمين فهم سيدعون له إن شاء الله. بشيرا صالح نقص كل حسن العقاد الجلالي ولا ربيع العدوية. العلماء قالوا كل صالح هو مسلم كيدعي، لا بد أن يدعي واحد النهار إن شاء الله. واحد النهار يدعي اللهم اهدينا ويهديه الله ويدعي له ويدعي الرسول إن شاء الله. فنحن ندعو الله عز وجل أن يصلحهم أن يجعلهم من الباقية الصالحة. المال والبنون. كاين واحد الصديق اللي كيدخل كيعيش معك هنا ويعيش معنا جميعا ويدخل معنا إلى قبورنا ويبقى معنا. ما هو؟ العمل الصالح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في القصة ديال الشاه، بس بغى يبين لها باختصار، بغى يبين لها بأن الشيء اللي تصدقت به هو اللي يبقى. أما اللي بقى للأكل والشرب هذا ليس لم يبقى وإنما فني، لقول الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذا اللي تصدقت به هو اللي يبقى. فما هو مالنا نحن في النهاية؟ حينما يعني يموت الإنسان ويجد نفسه بأنه سيبقى الله والفلوس، كاين اللي في كريدي ميتويل، كاين اللي في الإيبار، كاين في البنك الشعبي، كاين في البنك كذا. يعني سؤال اش كيبقى يفكر؟ يقول المال ديالي هو ما تصدقت به في المسجد، المال هو الذي تصدقت به على الفقراء والمساكين. هذاك المال ديالو كله كيتجمع له في هذا. ولذلك يحب ان يسمع المبشرات، فشي واحد يقول والله انت رجل طيب وعلى الخير وكنت تتصدق، يحب يسمع هذا الشيء هذا من المبشرات حتى يلقى الله تعالى وهو يحسن الظن به. اما لو ذكره انسان في سكرات الموت وهو مازال في الوعي يذكره بانه عندك المشاريع عندك هذا، كيزيد له الم على الم، لانه سيفارق هذه الاوساخ التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم اوساخ الناس، وكيخاف انه يكون ما اداش الزكاه وانه كينشف حقوق ديال الناس. كل ما كتذكروا بهذه الامور الا ويشعروا بشيء من التبرم والضيق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحة. والباقيات الصالحة إذن ما يبقى يش ما يبقى نفعه ويجري خيره علينا في الدنيا والآخرة، وإن كنا لا نرى هذا. والباقيات الصالحة، شوفوا هذا التعبير القرآني سماه الله عز وجل، سماه وصفها بأنها باقيات اللي كتبقى، إذن غيرها اش كيتسمى؟ فانيات. لهذا كان أحد الصالحين وهو الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله كان يتكلم شي واحد في شي حاجة من التوافه ومن الأمور اللي ما عندها قيمة، يقول يا أخي ليس هذا من عدة القبر، يعني هذا الشيء أنا ما تعطيش قيمة بزاف، ليس هذا من عدة القبر، يعني ليس من الباقية في الصالحات، ليس من زاد المعاد. يعني هذا ما يعني كان ولا ما كانش، هذا ما لا يقدم ولا يؤخر ولا يغني ولا يفقر.
والباقية تسمى الله باقيات إذا غير عرفانيات باش نعقلوا على هادشي اللي كيتسمى العربية مفهوم المخالفة. الصالحات وصف الله أنها صالحات في صفة الصلاح خير عند ربك يكفي أنها خير مش عند الناس عند ربك هذه العندية مقصودة ما عندناش الوقت حتى نطيل الحديث في هذا. ثواب ثواب مضمون الله يوعد به وخير ما رده في آية أخرى وخير أملا يعني ذيك الأمل الإسفار عند الإنسان وذيك الرجاء وذيك الأمنيات هذه هي خير الأمل خير ما يأمله الإنسان ويترجاه ويتمناه هو هذا وخير ما رده والباقي إن شاء الله نتحدث عنه في الدروس القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا المجلس وندعو إن شاء الله ندعو إن شاء الله بإخلاص إن شاء الله لعمنا حاج كردين صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في الصحة وأن يبارك له في العافية وأن يبارك له في الأهل وأن يبارك له في الأولاد والأحفاد وأن يقويه ويشد أزره ويؤنسه في وحدته ويكون له في ضيافته ويبارك له في الصحة إن شاء الله حتى يعود إلينا ويصلي معنا صلوات وصلوات. ونسأله تبارك وتعالى أن يثيب زوجته الحاجة التي تحسن إليه وتقوم بشؤونه ونسأله أن يثيب أحفاده وأولاده وأن يصلحهم ويثبتهم نباتا حسنا وأصهارهم إن شاء الله وجميع من أحسن إليه من أقاربه وأصهاره وجيرانه وأحبابه. اللهم كلنا يا رب العالمين في شبابنا وكلنا في شيخوختنا وكلنا إذا صرنا إلى ما صار إليه من ذهب إليك ورحل. اللهم أبدل عسر هذه الأمة يسرا واجعلها من كل ضيق فرجا ومخرجا. اللهم انشر الأمن والأمان والسلم والسلام في هذه الدنيا يا رب العالمين وأجرنا واحفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وتقبل هذه الصدقة وهذا الإكرام وهذا الإطعام وتقبل هذا المجلس واجعله من الباقية الصالحات ومن عدة القبر ومن زاد المعاد. آمين آمين. وندعو الله عز وجل أن يشفي أخانا الحاج السلماني اتصلت به قبل دقائق قبل الدرس يعني فعلا هو مريض جدا طريح الفراش. أسأل الله أن يشفيه ويعافيه. اللهم اشفي وعافي شفاء تاما لا يغادر سقما. اللهم اشفي عبدك في حدود صلاتك واشفي جميع مرضانا الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكر أسماءهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. يقول تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. اللي كيكون في الضلالة الله تعالى يمد له مدا يعني كيف معنى يمد له يستدرجه يقول له يعني يمسيه نفسه سير يعني ما عندك همة ما عندك إرادة لا تحب الخير. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولى وهم معرضون. وبالمقابل يقول الله عز وجل خليوا لأن احنا ماشي كنفسر القرآن وإنما هذه إضاءات قرآنية يعني كنحاول ما أمكن نديروا بعض الفلاشات وبعض الإشارات القرآنية التي ينبني عليها عمل ونستفيد منها في حياتنا اليومية إن شاء الله. بالمقابل يقول الله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. من كان في الضلالة وما بغاش يخرج من الضلال الله عز وجل يمد له في الضلال.